ما هو الفرق بين مبارك ومبروك؟ كثير من الناس تقول كلمة مبروك للتهنئة ظنا منها أنها دعاء للمبارك له بالبركة والزيادة، ولا تعلم أن هناك فرق بين كلمتي مبارك ومبروك، فأي الكلمتين هي الكلمة الصحيحة للمباركة ومعناها هو الدعاء، وأي الكلمتين يخطئ الناس باستخدامها بالمباركة ومعناها يختلف كل الاختلاف عن معنى التهنئة. فمن خلال هذا الفيديو سنقوم بفهم معنى كل من الكلمتين حسب ما جاء معناه باللغة العربية الفصحى. ذكر في القاموس معنى كلمة مبارك، وهي مشتقة من الفعل الرباعي بارك، ويأتي اسم المفعول منها على وزن مفاعل أي مبارك، ومعنى مبارك هي البركة والزيادة والنماء في الشيء، ولذلك نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك نقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وكذلك الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمباركة للزواج بالقول بارك الله لكما وبارك عليكما، فلقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج فقال بارك الله لك وأولم ولو بشات، رواه البخاري ومسلم. وقد وردت كلمة مبارك في السنة كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولذلك نرى أن كلمة مبارك هي الكلمة الصحية في المباركة والتهنئة والدعاء للشخص بالنماء والزيادة. معنى كلمة مبروك، تشتق كلمة مبروك من الفعل الثلاثي بركة، ويأتي اسم المفعول منها على وزن مفعول مبروك، ومعناها برك البعير يبرثك بروكا أي استناح البعير وأقام وثبت. فعندما نقول لشخص مبروك أي برك عليك البعير وأقام وثبت، وهي بمعناها الذي شرحناه سابقا هو الدعاء على شخص وليس الدعاء له. ومنهم من يقول أنه اسم للشيطان، ولكن القول غير ثابت والنية في القول تختلف. نعرف جميعا أن كلمة مبروك هي الكلمة المتداولة والمتعارف عليها بين الناس في الوقت الحاضر، وذلك بسبب استخدام اللهجة العامية بدل اللغة الفصحى. وعندما سئل الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عن حكم قول مبروك عند التهنئة على الرغم من أن معناها البروك كأن نقول برك الجمل وليس بمعنى البركة التي نريد، فأجاب الشيخ أنه لا حرج في استخدام كلمة مبروك للتهنئة والمباركة، لأنها متعارف عليها بين الناس على أساس الدعاء للشخص بالبركة والزيادة وليس بقصد الدعاء عليه. فعادة ما يتعارف عليه الناس بين الناس بمعنى معين يأخذ به على معناها المتعارف وليس على معناه الأساسي.